استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير صاحب السمو الملكي الأمير إدوارد دوق أدنبرا الذي يزور البلاد. ورحب صاحب الجلالة بسمو الأمير إدوارد الذي نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام التطور والرفعة، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لجلالة الملك تشارلز بموفور الصحة والسعادة. وأشاد جلالته بما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة تمتد لسنوات طويلة من التعاون المثمر والتنسيق المشترك في شتى المجالات، مؤكدا الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. وأعرب حفظه الله عن تقديره واعتزازه بدور صاحب الجلالة الملك تشارلز في ترسيخ علاقات التعاون المزدهرة وروابط الصداقة الوطيدة مع البحرين تحقيقا لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين وشعبيهما الصديقين. وقدم سمو الأمير إدوارد دوق إدنبرا لجلالة الملك المعظم خالص تعازيه ومواساته بشهداء الواجب المقدس، كما أعرب عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال، مثمنا دور جلالته الرائد وجهوده لتعزيز وتنمية العلاقات البحرينية البريطانية. هذا وحضر المقابلة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.